بعد إغلاقه لأكثر من 10 سنوات وفي إطار احتفالات محافظة مطروح بعيد القومي 102 لذكرى معركة وادي ماجد، تم اليوم افتتاح متحف كهف رومل بتكلفة تقدر بمليونين ونصف المليون جنيه. بعد إغلاقه لأكثر من 10 سنوات وفي إطار احتفالات محافظة مرسى مطروح بعيدها القومي 102 لذكرى معركة وادي ماجد، تم اليوم افتتاح متحف كهف رومل بتكلفة تقدر بـ2.5 مليون جنيه. متحف كهف رومل بمرسى مطروح هو كهف في باطن الجبل ويرجع إلى العصر اليوناني الروماني، حيث اختاره الجنرال الألماني رومل ثعلب الصحراء ليكون مقرا له أثناء الحرب العالمية الثانية. بروتوكول بين وزارة الأثار ومحافظة مطروح تم توقيعه اليوم على هامش افتتاح المتحف، حيث أكد وزير الأثر أن مطروح تمتلك العديد من المناطق الأثرية المهمة، لافتا إلى وجود خطط لتطوير كافة المناطق الأثرية لتعظيم دورها في إطار جهود استعادة حركة السياحة الوافدة. النهاردة دي مبادرة تمت من معالي محافظ اللواء علاء أبو زيد. أول ما شرفته بالوزارة أنا فاكر أنه كان تواصل معي وقال أن عندنا كهف رومل وده متحف فيه مقتنيات من الحرب العالمية الثانية. قال لي 2017 ده اليوبيل الماسي لمعركة العالمين، فده عام مناسب جدا أن احنا نفتتح فيها كهف رومل، وفعلا عملنا شراكة مع بعض وفتحنا المتحف اللي مغلق بقاله أكثر من 10 سنوات. وزي ما علي محافظ ما بيقول كان دايما بيجوا له ضيوف اجانب بيقولوا له احنا عايزين نزور الكهف، هتفتح امتى؟ وده كان بتمويل من المحافظه، ومش كده وبس، تم تحديد العيد القومي لمحافظه مطروح عشان نفتح المتحف النهارده. محافظ مطروح اكد على اهميه اعاده تطوير المتحف وافتتاحه، وصفه باحد اهم معالم مطروح السياحيه الذي يتردد عليه الاف من السياح خاصه خلال موسم الصيف. سمعنا الوزير النهارده هيتفقد المتحف اثار مطروح اللي احنا جاري اعداده وتجهيزه حاليا بمعرفه معالي الوزير والزملاء في وزاره الاثار، برضه هتفقد نشوف الاعمال مدى حجم الانشاءات اللي بتتم والتجهيزات داخله والفترين وخلافه اللي ان شاء الله برضه مخطط له ان شاء الله شهر 10. فالنهارده عام مطروح القومي، عيد مطروح القومي الاثنين بعد المائة، بصراحه بشكل مختلف. على فكره كل المشروعات اللي بتتطور صادي باقي 10 مشروعات هينزلوا بتتالي في الفتره القريبه القادمه، دول بتكلفه استثماريه 22 مليار جنيه. وياتي افتتاح المتحف وتوقيع البروتوكول في اطار جهود الدوله للنهوض بالحركه السياحيه من خلال التركيز على كل المقومات التاريخيه والحضاريه التي تتمتع بها مصر في كافه محافظاتها.